كمان في فيديو جديد من قناه احمد اصلان. المفاجاه بتاعت النهارده يا جدعان اللي انا محضرها لاحمد اصلان بمناسبه ال 100,000 سبسكرايب، ان خلاص من النهارده مفيش اصلان، انا اصلان الحقيقي، انا بطل الدوري الحقيقي، انا خلاص احتليت الاستوديو، هكرت له القناه، ارباحه كلها عندي، ارباحه كلها في حسابي، خلاص من النهارده مفيش اصلان، انا اصلان الحقيقي، انا اصلان الحقيقي، قتلت اصلان، قتلته. الحمد لله على السلامة يا ملك، روح اخدها لحضرت في المكان. بتعملوا ايه؟ 100,000 سبسكرايب يا جدعان، انا كنت لسه بقول لكم قتلت الشيطان. حبيبي هتحط اللينك بتاعي في الديك في الديسكربشن، الديسكربشن في الديسكربشن تحت، حط اللينك بتاعي في الديسكربشن تحت يا جدعان، وننزل نعمل سبسكرايب يا جدعان. وحبايب قلبي كلكم وكلنا لان احمد اصلان نقول له مليون مبروك يا احمد يا اصلان، 100,000 سبسكرايب وحبيبي حبيبي حبيبي. لسه الليلة هتبدأ حبيبي. يلا بقى ايه نستقبل الناس وكل واحد الاهتمام يا كابتن، يا ما اقسم بالله بتاع الشباك. ولد عيب مش عايز صوت. ايه ما هاكل الجاتو. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس ما تشوف الحزام بتاع دي. انت جايبها من عند مين دي يا عم؟ ميرنج ميرنج ايه يا ميرنج؟ حتى ما كنتش تجيب من، كنت تجيب من عند لامبورجيني اللي على الانطاره ده، حلو البتاع بتاعته. هنجيب منه بكره. ده لازقها يا ابني، ده لازقها، هي هتهرب يا عم. اوعى يا عم. شوف يا رجاله كل واحد يمسك له شمعة. استنى يا رجاله ما حدش يمسك حاجه، استنوا استنوا سيبوا. هابي بيرث داي تو يو. سيبوا يا رجاله. هابي بيرث داي تو يو. هابي بيرث داي تو يو. كل واحد يمسك له. هابي بيرث داي تو يو. مش النهارده عيد ميلادي؟ كل سنه وانتم طيبين. اللينك بتاع قناتي في السبسكريبشن تحت. ماشي. واو الصلاه على النبي. مبدئيا كده يا رجاله كل واحد في، انا هقطع لكم، لا ناخد نص الواحده، انا هقطع لكم واحده، كل واحد ياخد قطعه. ماشي كل واحد ياخد حته كده. حط بس شيلها من شيل الكرتونه بتاعتها خالص، شيلها من الكرتونه. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش شوكولاته تاكل شوكولاته يا عم. شيل بس بتاعنا دلوقتي. هو على سواعي يا عصفور. يا خرابي هنموت دلوقتي. يا خرابي هنموت من فجرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنتش عارف تجيب تورتك صغيره شويه كبيره قوي دي. حلوه يا عم. كده انت مبذر، انا عارف انت كاعه انت النهارده. 125 جنيه دول ولا كام؟ هات واحده. طلع على الناس. امسك انت، هتمسك انت بتصور، انت هتمسك. امسك امسك كله مسك كله مسك. طب بتاعته معوقه كله مسك. هات بقى البتاع ابراهيم. دي بتتحط ليه في ال... استنى صور يا حبيبي. اللحظه بتاعت شمال شويه، اللحظه التاريخيه دي، اللحظه التاريخيه. شوف بقى احنا هنعمل ايه. ايوه وليد سليمان وشنطه الاجوان. لا ده ده يوم السبت هيقدم لنا ايه؟ خلاص هنولع يا عم. الصوره يا عم حلوه كده. هنولع الشمع. يلا يا جدعان تعالى يا عم ابراهيم خش بينا. يلا صل على النبي. خش يا باشا في الفريم معايا انا يا باشا. خش في الكادر يا باشا معايا. خش يا باشا الكاميرا. تعالى خد انت ما تمسكش ليه. امسك امسك يا راجل. اديله خلاص. اطفي بقى النور. اطفي الانوار كلها 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 كلها. استنى اما نركب. جميل. يلا يا معلم. ايه رايك في الاحمر؟ مش هننور ولا ايه؟ انت خلاص كده ولا ايه؟ اللي حاطط البي. يلا يلا خش خش تعالى معايا. كله ولع على كله يا حمام. تعالى تعالى يا حبيبي ولع. اللي لسه ما ولعش يجي يولع. ولع. لا احنا كلنا مع بعض بقى، كلنا مع بعض. خلاص كلنا نحط يلا كله حط بتاع البتاع كده مع بعضه. يلا قول باتشي باتشي. مفيش حاجه تولع. خد لك ثلاثه معاك يا ابراهيم وانا اخد ثلاثه معايا. هتحرقوني يا ولا 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 عبد ولا راح كف. ودع ولا ولا مصحف احرقك يا ابني. ايه هابي بيرث داي تو يو تشا تشا. هابي بيرث داي تو يو تشا تشا تشا. هابي بيرث داي. هابي بيرث داي. هابي بيرث داي تو يو تشا تشا تشا. يلا حالا بالا بالا حي احمد اصلان جاب 100,000 سكرايب الليله والعيال. يحيى ابو الفصال. يحيى احمد اصلان. يحيى احمد اصلان. يحيى احمد اصلان. ولع يا ابني البتاع دي يا ابني. ولع يا ابني. ليله اوبا ليله اوبا ليله اوبا ليله اوبا ليله اوبا. طب ده مين؟ 100,000. المروحه المروحه وحبيبتي. طف المروحه طف المروحه طف المروحه طف المروحه. تفهم الواحد تفهم. اوف اخر واحد يا جدع. بطل يا عم ده يا عم. بس يا رجال تولعش دي. بتضحكوا علينا انت ولا محمد؟ كله صح. لسه خد في حرف كده وصرف انت تمام. حرف الكي. حرف الكي علشان الناس اللي حرف الكي. حرف الكي اهو. الكي الكي يس. ايام لا لا هي واحده بس. هي كي واحده. طفت. شوف طفت طفت. ايه اللي طفت؟ لا يا ابني ولع. يا ابني
ولع بس لسه شغال. يلا يا جدعان طفي الشمع. يلا يا جدعان طفي الشمع. يا عم طفي الشمع. اتنين. قرب يلا قرب. يا عم الشمع لسه مولع. قرب يا حبيبي انت اهو قرب. ما هو يا حبيبي ما احنا مش هنستنى السيحه على البتاع يبقى واضح احنا عايزين ناكل. والصواريخ دي ولد ولا ماشي لسه في صواريخ يا ولد 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 الولاعه فين ولد استنى اما نولع بتولع من ايه خلاص يا عم طفيها يا عم صور يا عبد خلاص صور بتولع من ايه ها بتولع من فوق يا ابني انت مشيت البتاع ده من فوق من فوق لا يا ابني لسه فيها بتاع يا ابني ما حدش وقع في وش حتى يا خرابي طب لك يا حمد طول يا عبده لك يا لو مصحف لو قربت منه اهلاوي عشان انت احسن حظك وحش شوف بتاعت عصفور فيها بركه بس كده خلصنا كل يلا تاني 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 بقى تاني بقى تاني تاني طفي الشمع وارجع تاني واقول لك طفي الشمع الله يخليك يلا الشمع صحت على التورته هتبوظ ليا وليك يا جدعان تسمم يا جدعان يلا يا جدعان طفي يلا طيب واحد اتنين ثلاثه يلا طفيتها خلاص يا عم شغل حبيبي صح حبيبي كنت استنى اقول طيب والف مبروك على عيد ميلاد يا جدعان النهارده يا جدعان والله عيد ميلاد يا جدعان ماشي ان شاء الله في هتلاقيها في السكسوس يو اهلا بيكم في فيديو جديد والفيديو ده فيديو مش عادي لان الحمد لله وبفضل الله ثم بفضلكم قدرنا نوصل ل 100,000 مشترك على اليوتيوب ومش 100,000 مشترك والله العظيم 100,000 اخ واخت لينا على اليوتيوب وبفضل الله وبحمد الله قدرنا ان احنا نحقق الرقم ده في وقت قليل جدا وبفضلكم برضو فانا اقسم بالله كمية الفرحة اللي جواه كده لو انتشرت في العالم ده كله مش هتقدر انها تكفيه فانا فرحان جدا مبسوط جدا والله العظيم فمش عارف اقول ايه حاسس ان انا كنت امبارح بتكلم ان انا خلاص وصلت 50,000 مشترك وكنت فرحان جدا بس الفرحة دي دلوقتي حاسس ان انا لو وصلت المليون مشترك مش هبقى فرحان الفرحة دي مش عارف بجد والله انا طبعا بشكركم جدا لان الفضل كله رجع لكم انتوا اللي قدرتوا ان انتوا توصلونا ل 100,000 مشترك يعني انتوا كل حاجه حلوه في حياتي والله العظيم فانا بشكركم جدا وبص انا عايز اطلع كده في الفيديو اقعد اشكر فيكم لمده سنتين قدام تاني حاجه بقى بستلف الحوار ده ومش عارف تقريبا كده حاجه في حياتي مش طبيعيه ان انا كل حاجه حلوه بتحصل لي في حياتي بتبقى يوم جمعه يعني مش حاسس ان انا هموت يوم جمعه برضه فيوم الجمعه ده يوم مميز عندي جدا مش عارف بطريقه غريبه بمفاجات الغريبه اللي بتحصل لي يوم الجمعه وحاسس برضه ان انا هنوصل للنص مليون والمليون برضه يوم جمعه مش عارف والله بجد اقول ايه في الحاجات اللي زي دي من كميه الفرحه اللي جوايا انا مش عارف اتكلم انا فرحان فعايز والله افرحكم معايا فياريت يعني والله العظيم ده انا بطلب منكم ياريت تنزلوا تكتبوا طريقه التواصل معاكم عشان عايز ابعت هدايا لناس كتير فياريت اي حد بيتفرج على الفيديو ده يعمل لايك للفيديو وانزل تحت الفيديو اكتب بس طريقة التواصل معاك انستجرام فيس تويتر علشان فيها ده عايز اوزعها فاختار ناس من الكومنتات ان شاء الله الفرحة اللي جواها دي محتاجة فعلا ان احنا نوزع هدايا كتير جدا فان شاء الله في مفاجآت كتير جدا الفترة اللي جاية برضو وفي حاجات محدش هيتوقعها الفترة اللي جاية نحاول برضو ان احنا نطور من اداء القناة احنا كده لحد دلوقتي حاسس ان انا حطيت الطوبة الاولى في الهرم بتاعي لسه لحد ما نوصل لسقف الهرم لسه موال طويل فال 100,000 بالنسبه لي كانت هي طوبه البدايه لسه عارف انت اللي طالع السلم تاتا تاتا دي بدايه رجل على السلم ان انا اوصل ل 100,000 مشترك انا بص لسه عندي حاجات كتير جدا ان انا اقدمها لسه بص في افكار كتير برضو متكومه على بعض فان شاء الله الفتره اللي جايه نحاول ان احنا مع بعض كده مش عارف بعمل كده ليه بس الفتره اللي جايه نحاول ان احنا نطور من ادائنا اكتر لان بصراحه الاداء بتاعي مش عاجبني لحد دلوقتي مش عاجبني انا ذات نفسي ولو عملت احلى من كده برضو مش هيعجبني انا عايز الحاجه تبقى احلى من الحلاوه فباذن الله يا رب ان شاء الله برضو تكونوا معانا لما نوصل للنص مليون وما نوصل للمليون وتشجعونا اكتر واكتر وتشوفوا فيديوهات برضو احلى واحلى يعني برضو لازم نقدم لكم حاجه حلوه تعجبكم كده فعايزك برضو لو انت لسه اول مره تتفرج علينا تنزل دلوقتي تفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان يجيلك كل جديد مننا وبس كده يا جدعان كده بقى احنا خلصنا الفيديو ده ان شاء الله تشوفونا في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم سلام